ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنتكلم مع بعض عن تكييف وايت بوينت، وبس في البداية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو استفدتوا ولو بمعلومة صغيرة. هنتكلم عن المميزات والعيوب والأسعار. أول نقطة، نقطة المميزات، هو فيه مميزات جميلة جدا، زي ان هو فيه شاشة ديجيتال، فيه خاصية حفظ الإعدادات فيفوريتس، يعني حضرتك لو ظبطته على حاجة معينة بمجرد ان انت بتدوس على زرار الفيفوريتس دي يرجع لك نفس الخصائص سواء في درجة الحرارة او اتجاه الريش، ودي خاصية جميلة جدا. في خاصية منع الصوت بتاع زرار الريموت، عشان زرار الريموت بيعمل صوت، فانت اوقات تبقى عايز توفر في الحجرة او مش عايز ازعاج بسبب الريموت، فانت ممكن تعمله سايلنت بمنتهى السهولة. في خاصية تانية اسمها سليب مود، ودي بتخفض الصوت بتاع الوحدة الداخلية، عشان انت لو انت عايز تنام ومش عايز ازعاج من التكييف بتظبط سليب مود، بتلاقي الصوت هدي خالص وتقدر ان انت تنام، وده ميزة كويسة فيه. الكمبريسور المستخدم في التكييف ده كمبريسور تكييف ال جي، هو صناعة تركي طبعا، حاجة محترمة جدا للناس اللي هي حابة الكمبريسور بتاع ال جي، وفي نفس الوقت ال جي مثلا ممكن يبقى غالي عليها، فممكن تجيب تكييف وايت بوينت، فده هيحل مكان شوية تكييف ال جي. في خاصية طبعا التربو للتبريد السريع، ده بيبقى كويس ان هو يبرد لك الأوضة بتاعتك بشكل سريع، بس في نفس الوقت يفضل ان انت ما تستخدموش كتير لانه بيستهلك كهرباء وبيستهلك قدرة التكييف بشكل عالي. في خاصية تانية برضو اللي هي بتاعت إظهار الأعطال، لا قدر الله لو حصل عطل في التكييف بيديك في الشاشة إن هو حصل له عطل في الحاجة الفلانية، ودي ميزة مهمة وكويسة جدا فيه. في خاصية برضو اللي هي إيكو مود، دي بتوفر كهرباء. عيوبه للأسف ضمانه هو ضمان العبد، بس مدته صغيرة شوية، 2 سنين، ودي في بعض الموديلات بتاعته، فده للأسف أنا محبتوش في الجهاز، يمكن ده أنا شايفه أقوى عيب موجود فيه، لأن في أجهزة تانية بتديك 10 سنين ضمان على الكمبريسور، فقصة 2 سنين دي يعني قلقتني منه شوية. مش متوفر بشكل كتير وخصوصا في الصيف، يعني في الصيف قليل شوية لما تلاقيه، وقطع الغيار شوية برضو بتبقى غالية، وبرضو بتبقى صعب ان انت لا قدر الله حصل لك عطل ولا حاجة، ما بتبقاش متوفرة بشكل كبير. خدمة ما بعد البيع متوسطة. هكلمكم برضو عن الأسعار، بس لازم قبل الأسعار لازم حضرتك تعرف إزاي إيه قدرة التكييف المناسبة ليك عشان تقدر تعرف أنت هتشتري إيه. قدرة التكييف حضرتك عشان تعرفها لازم تقيس المكان طول في عرض في ارتفاع، ودي نقطة مهمة، مش طول في عرض بس، ما بتجيبش مساحة، لا بتجيب مكعب المكان، لأن المكان ما ينفعش مكان ارتفاعه 2.5 متر يبقى زي ارتفاع مكان 6 متر او زي ارتفاع مكان 3 متر، بتفرق معاك جامد. لازم حضرتك تعرف ان 1.5 حصان مناسب لحد مكان 55 متر مكعب، 2.25 مناسب لحد 80 متر مكعب، 3 حصان مناسب لمكان لحد 103 متر مكعب، 5 حصان مناسب لحد 167 متر مكعب. الأسعار 1.5 عامل حوالي 6600 جنيه، 2.25 بارد ساخن عامل حوالي 9000 جنيه، 3 حصان عامل حوالي 3870 بارد ساخن. أتمنى طبعا أكون فدتكم، ولو معلومة صغيرة متنسينيش باللايك والسبسكرايب، وأقول لكم سلام.